اليوم النقطة اللي واقفة فيها جليلة تلمسي واش راضية عليها؟ شوف لارتيست ني جامي ساتيسفي، إلا وصلت للرضا كنظن غنتوقف. لا ما عمرني ما كنكون راضية، وجو كخوا هذه هي الحاجة اللي كتموتيفيني كثار وكتخليني نبحث ونتجدد. ربما كيكون الرضا على أعمال درتها ولكن بدرجات، فلهذا كنقول مازال أطمح للمزيد، مازال أطمح لأشياء أخرى عندها علاقة طبعا بمصاري وكنتمنى نحققها يا ربي.